ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا يعني من غير اي مقدمات بس كلنا عارفين الوضع اللي شبكه الموبايل موجوده فيه في مصر حاليا وان هي مش في احسن حالتها. الفتره الاخيره الشبكه كانت بتتدهور بشكل كبير جدا نتيجه للضغط الكبير عليها من عدد مستخدمين اكبر من استهلاك بيانات اكتر، والشبكه نفسها او البنيه التحتيه نفسها ما كانتش متحمله الضغط الجامد اللي حصل عليها ده، خصوصا بعد الموضوع بتاع جائحة كورونا والناس كلها بقت تستخدم الانترنت اكتر، وبقى الانترنت يستخدم في الدراسة عشان اونلاين كلها، وكمان في الشغل الناس معظمها بقت تشتغل اونلاين. ففعلا الشبكة عندنا الوضع فيها في الفترة الاخيرة مش احسن حاجة. شركة زي فودافون مثلا كانت افضل شركة اتصالات في مصر، والشبكة بتاعتها معروفة ان هي افضل شبكة موبايل موجودة في مصر على مر الزمن من ساعة ما فودافون دي اتعملت. الفترة الأخيرة زي ما احنا شايفين ان فودافون مش في أحسن حالاتها، أماكن فيها ضغط جامد جدا، الشبكة 4G قوية جدا بس تيجي تعمل سبيد تيست الإنترنت بطيء. بقينا نشوف تحسن في الفترة الموجودة دلوقتي عن قبل كده، بس برضو مش التحسن اللي احنا منتظرينه. واحنا هنا كنا بنتكلم عن الأماكن اللي الشبكة فيها كانت مظبوطة بالفعل ونتيجة للضغط الشبكة بقت أسوأ، لكن ده ما يمنعش برضو ان في أماكن ما فيهاش شبكة أصلا أو الشبكة فيها ضعيفة جدا وما بتوصلش وبتقطع والدنيا فيها لسه مش مظبوطة. وطبعا في جهد مبذول الفترة ديت لزيادة عدد الأبراج وتحسين الشبكة، هنتكلم بالأرقام كمان شوية. بس في حاجة كده هي اللي جامدة جدا وهي موضوع فيديو النهاردة، وهي الأبراج التشاركية. ففي فيديو النهارده بقى هنعرف ايه هي الابراج التشاركيه وايه هي الشركه اللي هتعمل الابراج ديت وازاي اصلا الشركات التانيه بتتشارك فيها وبتدفع كام والدنيا بتمشي ازاي يعني. بس بالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك عشان بقى ايه اللايك ده مهم. تمام، مهم. هتقول لي مهم ليه يا انيس؟ هقول لك مش عارف، بس هما بيقولوا ان لما بتعمل لايك كتير على الفيديو الفيديو بيجيب فيوز اكتر. اعمل لايك، انا مش عارف المعلومه دي صح ولا لا، بس اعمل لايك، كل الناس بتقول كده. وانزل اشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا بقى نتكلم عن الابراج التشاركيه. بص يا سيدي، بناء الابراج اللي بتعملها شركات الاتصالات اللي انت بتشوفها فوق الامارات اللي انت بتشوفها في الشوارع علشان تزود المستخدمين بالشبكه، ده مش موضوع سهل ابدا. الموضوع ده بيشكل عبء مادي كبير جدا على الشركات، وكمان بياخد وقت طويل علشان بقى تخلص تصاريح وتركيب البرج في مكان معين. فالموضوع ده بياخد وقت واحيانا كان بيوصل لسنه. وعدد ابراج الاتصالات الموجود في مصر حاليا هو تقريبا 25000 برج، 1300 برج جداد اتعملوا في سنة 2020 و2000 برج جداد اتعملوا في سنة 2021. فهو في تطور بس مش بالشكل اللي مصر محتاجاه، يعني قول مثلا 2000 برج جداد اتعملوا خلال سنة، يعني كل شركة تقريبا 500 برج. لا، مصر محتاجة اكتر من كده، عدد السكان كبير جدا فمحتاجين ابراج اكتر، محتاجين نغطي اماكن فاضيه كتير لان مصر مساحتها كبيره جدا وفي اماكن جديده لسه بتتبني. ومن هنا بقى جت فكره الابراج التشاركيه اللي قدمتها شركه اي اتش اس تاورز اللي هي تعتبر من اكبر شركات في العالم المالكه للابراج التشاركيه. طب يعني ايه اصلا ابراج تشاركيه اللي بقى في شركات اتصالات كتير جدا في العالم دلوقتي بتستخدمها؟ الوضع العادي اللي احنا كلنا عارفينه ان كل شركه من شركات الاتصالات بتعمل ابراج لنفسها، وطبعا ده بيكلفها فلوس كتير جدا لبناء البرج وايجار المكان وحاجات كتير جدا كده. الابراج التشاركيه ديت بكل بساطه ان يبقى في شركه هي المسؤوله عن بناء الابراج، هي اللي بتبقى مالكه للابراج مش شركه الاتصالات. شركه زي اي اتش اس اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، يعني اي اتش اس هتعمل ايه؟ اي اتش اس هتبني 6000 برج في مصر في اماكن كتير جدا مختلفه، والابراج ديت مش مملوكه لشركات الاتصالات زي مثلا فودافون واورنج واتصالات وي، لا هي مملوكه لاي اتش اس، وهي اللي بتتحمل بقى تكلفه بناء البرج ده والمكان اللي البرج هيتحط فيه كل الحاجات دي. وبتيجي بقى شركات الاتصالات اللي هم فودافون اورنج واتصالات وي يأجروا منها علشان يحطوا الأجهزة بتاعتهم على البرج ده ويبدأوا يبثوا الإشارات بتاعتهم من البرج ده. يعني الآخر شركة الاتصالات اللي عايزة تستخدم البرج ده مش تدفع أي حاجة في تكلفة بنائه اللي هي بتبقى غالية جدا، هي يعني كل اللي هي تدفعه إيجار بس للشركة المالكة. ودي حاجة كويسة جدا بقى. ليه؟ لأن شركات الاتصالات طبعا عشان تبني أبراج فده كان بيكلفها عبء مالي كبير جدا، فكانش بتبني أبراج كتير. إنما لما تلاقي مثلا 6000 برج منتشرين في أماكن كتير في مصر محتاجة الأبراج ديت، وان هي ممكن تشتغل عليهم بتكلفه ايجار بدل ما تبقى تكلفه كبيره جدا للبناء، فبالتالي هتستخدم الابراج ديت وتاجرها علشان تحسن الشبكه بتاعتها والخدمه تبقى مرضيه للعملاء بتوعها. كمان في حاجه برده مميزه جدا، وهي ان البرج ده مش بيشغل شركه واحده بس، يعني هو ممكن تلاقي برج من الابراج ديت فودافون عايزه تحط اجهزه بتاعتها عليه وتبدا تبث اشارتها للمستخدمين بتوعها من البرج ده،
ونفس البرج ده برضو ممكن تبقى وي كمان عليه واتصالات كمان عليه. فده بتتكلم هنا في 6000 برج ممكن كل شركات الاتصالات تستخدمهم، فبالتأكيد دي حاجة تبقى قوية جدا وحاجة هتحسن الخدمة بشكل كبير جدا. شركات الاتصالات برضو مش شرط ان هي تستخدم ابراج IHS بس، يعني ممكن تيجي شركة تستخدم ابراج من IHS وبرضو في نفس الوقت بتبني ابراج ليها في اماكن تانية. و6000 برج دول هيتبنوا في خلال الثلاث سنين الجايين، يعني 6000 برج ده غير الابراج اصلا الشركات بتعملها بمعدل تقريبا 2000 برج في السنة. فان شاء الله الفتره الجايه هنشوف تحسن ملحوظ في الشبكه. وشركه اي اتش اس تاورز هيبقى اسمها هنا في مصر اي اتش اس تاورز ايجيبت او اي اتش اس تاورز تيليكوم ايجيبت، مش فاكر بالظبط الاسم، وهتبقى مملوكه لشركه مصر للاستثمار بنسبه 20% و80% مملوكه طبعا للشركه العالميه اي اتش اس تاورز. الشركه دي يا جماعه بتمتلك اكتر من 30200 برج موجودين في 9 دول في العالم. وشركه مصر الرقميه للاستثمار طبعا اللي هيبقى ليها نسبه 20% دي شركه بتستثمر في كل مشاريع التحول الرقمي في مصر، دي طبعا المساهم الرئيسي في شركه ابراج مصر للخدمات التكنولوجيه. والخطوات اللي بتحصل ديت اللي هي 2000 برج بيبنوا في السنه، شركه اي اتش اس هتبني 6000 برج خلال 3 سنين، دول اكيد هيبقى ليهم اثر وتطور في الشبكه في مصر. بس يعني بصراحه يعني في كلمتين كده في قلبي عايز اقولهم، يعني انا طبعا مقدر الجهود القويه جدا اللي بتتعمل عشان شبكه الفور جي تبقى اقوى وتوصل عند كل الناس، بس هو احنا عايزين 5 جي بقى، يعني خلاص احنا العالم كله دلوقتي بدا يشغل 5 جي ومفيش ما شفناش اي حاجه كده بتدل على ان 5 جي هيشتغل قريب في مصر. يعني احنا عاملين نسمع اخبار وتسريبات واشاعات ان خلاص 5 جي، بس الاخبار دي بقى لها كتير قوي بتقول اهو خلاص خلاص ومفيش حاجه شفناها عن 5 جي خالص. فاتمنى بقى خلاص نبدا بقى نخش كده في ال 5 جي، نفسي كده اروح اجرب بقى ال 5 جي في فيديو ويكون موجود، نفسي اقف في الشارع كده واجرب ال 5 جي. انا عارف ان انا جربته هنا في مصر قبل كده، بس ده كان في معرض القاهره الدولي لاتصالات تكنولوجيا المعلومات، يعني كان حاجه كده تيست واختبار وبتستعرض بيها، وكان جامد جدا والسبيد تيست وصل ل 1200 ميجا تقريبا او اكتر، ممكن في ناس كتير منكم شافت الفيديو. بس انا بقى محتاجين، انا نفسي مش اجربه في فيديو كده كتست، لا انا عايز اجربه في الشارع، عايز اخد كده الكاميرا واطلع كده اعرف ان المنطقه دي بقى فيها 5G اروح اجربه بقى. فنتمنى طبعا ال 5G ينتشر ويبقى موجود في مصر. انا عارف ان الموضوع صعب وعارف ان الموضوع الابراج اللي موجوده دلوقتي مش هتنفع اصلا، لان ال 5G محتاج ان الانتنة يبقى بينها وبين المستخدم 300 متر 500 متر بكتير قوي، فمحتاجين ابراج اكتر، محتاجين الانتنات اصلا تتحط على العمارات. ف الموضوع هيبقى صعب، بس اتمنى بس نشوف بدايه كده، يعني نشوف الموضوع يبدا كده، نشوف اي حاجه، نشوف منطقه منطقتين ومنطقه هتجيب منطقه، لكن لسه ما فيش خالص، لسه ما فيش ترخيص حصل لل 5G. فبصراحه دي حاجه مضايقاني، فان شاء الله اتمنى تحسن قوي في ال 4G في مصر، واتمنى بقى دخول خدمه ال 5G الفتره الجايه، عشان دي اكيد هتبقى حاجه جامده، لان كله بيتجه دلوقتي للدراسه الاونلاين، كله بيتجه دلوقتي للشغل الاونلاين، كلنا دلوقتي محتاجين الانترنت بشكل مكثف ومحتاجين المكالمات، محدش دلوقتي يقدر يستغنى عن الانترنت والاتصالات تماما. وبس كده احنا خلصنا، سيبوش بقى لو الفيديو عجبكم تعمل لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتابعونا على فيسبوك وانستجرام علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.